هاي مشاهدينا مستمرين مع ريمكو رسم يونس موتور كومباني وكيلة نيسان انفينيتي جي ام سي بلبنان. اليوم معنا زينب شارة ديبيوتي براند مانجر بالريمكو. هاي زينب. هاي جورج. يعني انفينيتي اختصاصك مزبوط، والانفينيتي نجحت كثير بلبنان خاصه للجي كلاس من الانفينيتي. شفنا بالفعل نجاح كثير كبير للسياره، ان كانت البيبان ولا الاربع ابواب. عم شوف طراز جديد اليوم منها، وحتى طراز ما شفناه بعد بلبنان عبر اوتو فوكس عم بكون اللانشينج له. ثانك يو على كل حال لانه ايت اوتو فوكس ليكون اللانشينج لهالسياره الرائعه من هالبرنامج هيدا، واكيد للام تي في بشكل عام. جي 25 يعني لما نسمع جي 25 عم نسمع بمحرك اخف، المصروف بنزين اخف من بعد الجي 37 وهي من بعدها مستمره مع انفينيتي. نعم. هلا عم نشوف جي 25 انجن 2.5 لتر. نعم. بعدنا بال 6 سلندرز 218 هورس باور. سياره لوك سبور، واسعه كثير من جوا، بتلبق لكل افراد العائله، هيدي الحلو فيها. كمان بعدها فيري باورفول مع مصروف بنزين اوفر بكثير، من 3.7 ل 2.5 ل 2.5. نعم. عم نشوف من قدام لوك فيري سبورتي مع جزانن لايتس، انتجريتد فوغ لايتس كمان، اكيد عندنا سنسورز قدام وورا، وورا عندنا رير فيو كاميرا. نعم. بنشوف فيها كثير تكنولوجي السيارة، بادل شيفترز، كيلس انتري، كيلس ستارت، في عندنا دول زون كلايمت كنترول، اكيد كلها كهرباء السياره، الازاز، المرايات حتى بسكروا على الكهرباء. كشكل عن جد شكل كثير حلو لها، شفنا الفرونت فيو، عم نشوف سايد فيو كمان. جانت السياره هو هيدا 18 انش 18 انش، كمان فيري سبورتي. نعم. فيري اجريسيف، فولي لودد السياره، عم نعطي كمان 4 ييرز وارنتي مثل ما تعودنا مع انفينيتي، وبالإضافة لهالشيء 3 years free service. يعني مزايا كثيرة، وكمان offer كثير مهم عم تعطي ريمكو للزبائن تبعها. إذا بنشوف الشكل تبع الجي 25 شبيه للجي 37، بس أكيد مثل ما حكينا المحرك اختلف من 3.7 ل 2.5، ومصروف البنزين أكيد بحاجة له هلا يكون أخف شوي خاصة مع غلاء البنزين. عم شوف هون الكاميرا أكيد رير فيو كام اللي حكينا عنها، عندنا دول اكزوست مع كروم فينيشرز. على كل حال الاكزوست تبع الجي رائع جدا، وصوت الجي كمان معروف جدا. مجرد ما تقطع جي على الطريق وين ما كنا قاعدين بنعرف انه هذه السياره هي الانفينيتي جي 2.5. بعد عندنا كمان بيرفورمانس كثير حلو للسياره. نعم. وصوت حلو وبتوفير بالبنزين مثل ما حكينا. كيلس سيستم كمان هون بتفتح بطريقه مع كيلس ستارت، اكيد كمان كيلس ستارت، وصار وقت نشوفها من الداخل كمان لهالسياره. رائعه. بريميوم لذر من جوا. نعم. للداخل 7 انش كولر سكرين، عليها الاوديو سيستم مع الكلايمت كنترول، بادل شيفت اللي حكيت عنهم كمان خلف البولون، قياده رياضيه بامتياز لهالسياره، وكمان الفيتاس صار اصغر. صح. وهذا الشيء كمان علامه حلوه، ولوك احلى من جوا، ويمكن ريحه اكثر بالسواقه. كاب هولدرز كمان شايفينه بطريقه حلوه بمنتصف السياره، والكونسول الحلوه اللي حكينا عنها كمان، وصار عندنا الفينيشينج الالومنيوم كمان، بيعطوها لوك يونجر واكثر سبورتي، وخاصه لابق على لونها اليوم معنا اللون السيلفر او الجراي لهالجي 25. نرجع نذكر اللي عم تشوفها لاول مره عبر اوتو فوكس بلبنان. السياره اكيد 2013 وستارتنج 2013، حنشوف اكيد بعدين لاول مره بنشوف الجي بال 2.5 لتر انجن. طيب الشوروم بليز، فينا نشوف السياره في الفرع الاساسي وين وبقيه الشوروم بلبنان؟ اكيد من ضمن عائله رسام يونس انفينيتي شورومز بالشياح وكمان بالداون تاون، و نحب انه يزورونا ويجربوا السياره اذا حبوا. في تست درايف، في تست درايف اكيد مثل كل حلو. السيارات انفينيتي. و ستارتنج برايس، ستارتنج برايس 48500، ودائما مع انفينيتي ستارتنج برايس بتاخذوا السياره فولي لودد، مش ناقصها شيء. ثانك يو على كل حال لحضورك معنا اليوم زينه. سياره كثير حلوه تعرفنا عليها لاول مره، بنرجع بنذكر
اكيد رح تلاقي اقبال كبير، خاصه انه هي جي 25 السياره الجديده اللي حكينا عنها. wheelers.com.lb مشاهدينا هالويب سايت دائما بنذكركم فيه لتشوفوا كل سيارات اوتوفوكس عليه، تعرفوا سبيكس تبعها، واذا حبيتوا اكيد تعرفوا اكثر على السيارات الموجوده معنا خاصه هلا مع نيسان. الشوروم ذكرناهم خلال الحلقه مع زينة. شكرا زينة، والى اللقاء اكيد بحلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.